السلام عليكم شباب صبايا، كيف حالكم؟ بالنسبة للريفيجن ورشيت ان سكوير روت، طبعا question 1 as you can see it is given 3 numbers A, B and C. مطلوب منا first required to write A in the as irreducible fraction. طبعا مثل ما بتعرفوا irreducible fraction يعني بتكون على صورة A over B where A and B cannot be reduced، يعني ما بقدر اقسمهم على اي عدد. طبعا it is clear that A is complex fraction. طبعا لازم احول النيوميريتر لفراكشن واحد والدينوميناتر لفراكشن واحد لاقدر او اللي بعيد اللي بعيد القريب القريب، ما فينا اضرب مباشر. طبعا اللي فوق لتصير وان فراكشن لازم تخلص من الباور، هي عبارة الباور للراديكال هي 3 والباور للثيكس هي 36 اوفر. طبعا الأجمع هدول الفراكشن بتصير تايم 3 تايم 3 2 بلس 3 تيز 5 اوفر 3. متى بنعرف البعيد بالبعيد فوق والقريب بالقريب بكون عندي تحت. طبعا we can reduce it، اذا وقفته هون ما بتكون عطيته irreducible، بكون عطيته شكل reducible can be reduced. نحن مطلوب منا as irreducible fraction يعني cannot be reduced. طبعا it is clear انه ال 18 هي multiple of 9 we can divide them by 9 بيطلع 1 over 20. هيدا اللي طالبوا مني بالنسبة ل part 2 اي part 1. ب part 2 عم بقول لي عندي هال expression B، مطلوب ابرهن انه هيدا ال expression هو عبارة عن integer يعني without radical، يعني ما يكون فيه مثل ما واضح انه فيه irrational number فيه radical، بدي برهن انه integer ممكن يطلع plus or minus. طبعا لازم اعمل expand لاقدر برهن انه هو عبارة عن انتجر. طبعا مثل ما بنعرف الاولوية للباور، طبعا لو في نمبر نفتح براكت او ما في نمبر وما في اشارة. فاذا هيدا عبارة عن رول هي a plus b square بتعطي 3 term ل a square plus 2 ب a ب b plus b square. طبعا هم ما فينا اتفوت الماينس لانه في عندي البراكت لازم اتخلص منهم، ف والماينس تعرفوا بتغير فلازم افتح براكت كبير 12 راديكال 2 تيز 12 راديكال 2 بعدين بلس راديكال براديكال بضرب تحت راديكال تيز 2 سكوير. سكند ستاب لازم تشيل البراكت بتصير عندي 9 وراديكال مع السكوير بطير 2 ab مثل ما بذكر كلها مع بعض الاعداد ببعض الراديكال ببعض 2 تايم 3 6 تايمز 2 اتز 12 راديكال 2 2 سكوير اتز 4 ماينس فينا ندخلها لانه ما عندي ريديوس ماينس بلس ماينس وراديكال مع التاب بتصير 2 يعني ماينس 2 واللاست ستاب يو هاف تو ريديوس ولازم يروح مع الراديكال. اذا ما راح الراديكال يعني في شيء عنده غلط لانه عم بقول شو ذات تيز ان انتجر. نجمع 18 و 4 22 minus 2 is what 20. نيجي للثيرد بارت. طبعا بالثيرد بارت مطلوب منا انه تشو ذات اور سمبليفاي سي. طبعا السي هو عبارة عن عندي فراكشن، طبعا هم بتعرفوا from grade 8 زيروز لازم حولها ل 10 باور 2 البوينت شيلها كمان الزيرو بدي شيله البوم بدنا نشيله. طبعا بتذكر انه عندي ستبس اول خطوة نشيل الباور اوف 10 بعدين حول لبرايم بعدين بنجمع السيم بيز بعدين بنطلع لفوق وبنجمع الخطوة الاخيرة. هلا بعض الطلاب انتبهوا انه اعداد صغيرة فينا اضربهم كمان بيمشي الحل. طبعا في عندي اكتر من طريقة، فإذا الطريقة الأولى فينا أقول تيز ماينس 27 تايمز 10 باور 2 تايمز 10 ماينس 4 أوفر إن ال هون 9 تايمز 10 ماينس 2 لأنه 2 ديجيت و 0 هون تايمز 10 باور 1 إز إيكوال. هلا ممكن تعملوا اختزال إذا ال 3 ممكن تضرب بعدين اختزال اللي بدكوا إياه. بينما هو طالب مني سمبليفاي ما حدد 4 معين والسمبليفاي انه تحولوا ل ممكن لفراكشن ممكن ل 8 تايمز 10 باور ان حسب اللي بدكم اياه لانه ما حدد. بس لو قال لي رايت ات ان ذا فورم 8 تايمز 10 باور ان
بلس اور ماينس. فالاي هون بدها تكون عبارة عن الفراكشن، يعني بتاخدوا هيدا الأعداد مع بعض 1 2 3 27 والناين والسكس والتن لحال. هلا مثال ما حدد، انتو حرين. هلا ال 27 مع 9 انا هختزلها، هونها على حالي بضل 1، يعني ضل عندي فوق 3 تايمز 10 ماينس 2، وتحت ضل 6 تايمز 10 ماينس 1 which is equal minus half. طبعا اذا طلعته هيدي لفوق بدها تصير 10 بلس 1، غيروا اشارتها، يعني تايمز 10 ماينس 1. هلا بعض الطلاب حولوها ل minus 0.5 تايمز 10 ماينس 1 كمان، لانه بده اياها ساينتفك. وطبعا لتصير ساينتفك تعرفوا بدها تكون عبارة عن integral part from one digit، ال integer part تبعها بدها تكون من one digit، يعني هون بدها تصير و different than zero، يعني بدها تصير 5 لما تجيب ال point لهون. بدها تصير طبعا هي الإشارة ما بتمني للساينتفك، بس هو negative number. وحركت خانة يعني minus 1 وفي minus times 10 minus 2، or you can use calculator. طبعا بتعرفوا بتفوتوا على المود بتبرمجوها وبتحلوها. هلا في طريقة تانية، بعض الطلاب اشتغلوا انه اخذوا حاصل ضرب هدول، بتعرفوا هيدي عبارة عن 10 ماينس 4، طبعا بتحرك البوينت لورا 4 ديجيت، يعني هتصير ماينس 0.27، لانه الماينس 4 بتحرك 4 ديجيت. هون بدنا ناخد اللي هي 6 تايمز 9، وهون حطها 9 تايمز 10 ماينس 2 و تايمز 6 تايمز 10. ال 9 و 6 هي 54، ضل عندي شو تايمز 10 ماينس 1. هلا في عندكم اكتر من حال، بعض الطلاب تركوها بالبوينت وحولوا هيدي بوينت، اور ممكن تشيلوا البوينت من فوق تقولوا هي 27 تايمز 10 ماينس 2 على 54 تايمز 10 ماينس 1، يعني صارت قريبة لهي اللي بدكم اياه. هلا اللي اشتغلوا بهي الطريقة طبعا لتكفوا، انتوا بتعرفوا ما بقدر اشتغل فراكشن فيه بوينت، طبعا لازم اشيل البوينت اضرب يا ب 10 يا ب 100 يا ب 1000. طبعا هون عندي 2 ديجيت وهون 1 ديجيت، اكيد بدي اتخلص من 2 ديجيت، فحضرب تايمز 100 وهون تايمز 100، يعني بدها تصير 27 اوفر 500 40. طبعا بنقسم على 27 1 وعلى 27، وطبعا ما ننسى انه في ماينس. وطبعا لتحولوها لساينتفك بتحطوها على الكالكوليتر، بتعطيكم ماينس 5 تايمز 10 ماينس 2. المهم بأي طريقة تقدر تشتغل عليها. بالنهاية الباورز إلى أكتر من شكل، احنا متفقين إذا الأعداد صغيرة فيكم تضربوها مثل ما عملت هون باي كالكوليتر دغري ماينس 0.27، وهيدي ضربة اللي هي 5.4 دايركتلي. اللي بده يشتغل بالتحويل لبيت 10 مثل ما اشتغلت هون كمان بيمشي الحال. الطريقة اللي بتلوها انسب لكم تشتغلوا عليها. طبعا ببارت 4 عم بيسألني from A B and C. طبعا نتذكر انه ال A، اذا رجعنا للسؤال اللي قبل، ال A 1 over 20، بدل ال A 1 over 20، ال B هو 20، وعندي ال C equal، هاخد هيدا الفورم. طبعا ليه؟ لانه انا بدي اياه يكون inverse و opposite. طبعا بتسألني مين ال opposite ومين ال inverse. طبعا inverse واضح بده يكون في واحد مقلوب، طبعا واضحين هدول، لانه هيدي 20 على 1 اللي هي 1 over 20، فاذا A and B are inverse. اذا بدكم توضحوا ليه بتقولوا سينس، مع انه هو ما قايل انه their product is zero، عفوا their product is equal 1، لانه a times b اذا بضربهم بيطلع 1، والopposite بكون جمعهم زيرو. مين اللي جمعهم زيرو؟ واضح هيدا نيجاتيف وهيدا بوزيتيف، فاذا a and c are opposite numbers هون numbers. طبعا ليه؟ لانه اذا بجمع ال a مع ال c بيطلع زيرو. السؤال الثاني،
طبعا اعطيني 3 بوينتس كي وال وام، واعطيني طوله طبعا هذا الراشونال نمبر ان راديكال فورم، مطلوب مني تو سمبليفاي كي ال ال ام اند ام كي. طبعا نتذكر انه تو ريديوس راديكال لازم احولها لبرايم فاكتورايزيشن. طبعا اذا جيت للكي ال هو عبارة عن الفيفتي، اذا تعملوه لبرايم هي 5 سكوير تايمز 2 هون 8، راديكال 8 هي 2 سكوير تايمز 2 which is equal بتطلع ال 5 تايمز 2 10 راديكال 2، هون بتطلع ال 2 بتصير 6 راديكال 2، وبيطلع الجواب الاول 4 راديكال 2. طبعا مثال انا عم بيطلع معي الفورم A راديكال 2 يعني شغلي صح. سيميلارلي اذا اجيت لل ال ام هو عبارة عن راديكال 32 ماينس راديكال 8. 32 هي عبارة عن 2 سكوير تايمز 2 سكوير تايمز 2، وال 8 هي 2 سكوير تايمز 2، بيطلع من هون 2 2 يعني 4 راديكال 2، من هون بيطلع هيدي 2 ماينس 2 راديكال 2 which is equal to راديكال 2. نيجي لل ام كي هي راديكال 72. طبعا 72 اذا بعمل لها برايم هي 2 سكوير تايمز 3 سكوير تايمز 2، بتطلع 2 وال 3 بيطلع 6 راديكال 2. بارت 2 عم بقول لي ار ذيس بوينت فورم تريانجل. اتفقنا اذا انا معي 3 سيجمنت وبدي اعرف اذا هن فورم تريانجل، يو هاف تو كومبير الثم اوف ذا سمولست تو سايد وذ ذا لارجست سايد. طبعا واضح هون انه هيدا اللارجست سايد، معناته يو هاف تو كومبير ذيس سايد اند ذيس سايد. طبعا يو هاف تو اد مين كي ال بلس ال ام. اذا جمعت السمولست سايد شو بيطلع؟ طبعا هون اذا بلاحظ هو بيساوي لمين؟ لللارجست، يعني كانت فورم تريانجل. طبعا ليه؟ لانه ايكوال لللارجست، لانه سم سينس ذير ذا سم اوف ذا او سم سم فيك تقوله لانه they are collinear، او بتقول لانه sum of smallest side equal largest اللي بدكم اياه since they are شو collinear points. طبعا هو ليه؟ لانه sum of smallest two sides is equal largest. هلا لو طلع اكبر، يعني مثلا طلع جمعهم هدول طلع مثلا 8 اكبر من ال 6 راديكال 2، سم اوف سمولست اكبر من اللارجست، معناته بيكون تريانجل. احنا اتفقنا انه ليكون تريانجل بده يكون سم اوف ذا تو سمولست سايد جريتر ذان اللارجست، اذا ايكوال كولينير، واذا اصغر بيكون امبوسيبل كيس. ذا لاست كويشن، لا ذا ثيرد كويشن عفوا، اعطيني اكس اند واي بارت 1. عم بقول لي rationalize y، وبعدين you have to prove that x minus 1 equal 1. فإذا انت rationalize y طبعا you have to multiply by the conjugate، طبعا لأنه 2 term نغير الإشارة، فوق حتصير 2 radical 5 minus 2 over، طبعا هيدي difference between 2 square لأنه هي a plus b ب a minus b، بيطلع عندي 2 radical 5 minus 2 over radical 5 square this 5 minus 1 this 4. طبعا even فينا نقسمهم على 2، اذا قسمنا على 2 بيطلع radical 5، على 2 بيطلع 1، على 2 2. طبعا بطلب مني بعدين show that x minus y is equal، بدنا ناخذ ال x اللي هو 1 plus radical 5 over 2، and you have to subtract it from mean from y. طبعا لو حطيته هيدا الفور على 4 معناته بتضربه هون ب 2 ب 2، طبعا انا اخذت على 2 يعني after reduce. اللي ما عمل reduce مثل ما اتفقنا بده يوقف هون، معناته بده ياخذ هيدا الجواب. طبعا to subtract fraction of different denominator بحولهم same denominator. انا عملت reduce لانه قادر اعمل reduce، انتوا بتعرفوا مثال اللي فوق كلهم بيقسموا واللي تحت على نفس العدد معناته فينا نقسمهم. هلا لو كانت هون 3 لو 5 هون ما فينا نقسمها، طبعا هون same denominator
يعني هي 1 بلس راديكال 5 الماينس بدها تدخل هون تبولها، اختاريتكم ما انتبهوا لهيدي، ماينس بماينس لهون بتصير بلس 1، بتروح هاي مع هاي بيطلع 2 على 2 which is equal 1، يعني it is proved. عم بقول لي prove that x square is equal to this value، معناته بدنا ناخذ الاكس ونرفعه للباور 2. الاكس هو عبارة عن 1 plus radical 5 over 2، بدي ارفعه للباور 2. طبعا السكوير لفوق والسكوير لتحت، السكوير لتحت سهلة هي 2 سكوير اور 4، يعني فوق ما في تتوزعوها على 1 وعلى راديكال 5 لانه هيدي عبارة عن a بلس b اول سكوير، هي عبارة عن الرول اللي هي a سكوير بلس 2 ب a ب b بلس b سكوير، اللي بيطلع عبارة عن 1 بلس 2 ab، تذكر مطبقة كلها مع بعض 2 1 2 راديكال 5، والراديكال مع السكوير بطير بيطلع بلس 5 اوفر 4، يعني الفاينل انسر از ايكوال 6 بلس 2 راديكال 5 اوفر 4، يعني بروفت. بارت 3 عم بقول لي شو ذات اكس بلس 1 از ايكوال اكس سكوير، معناته بدي اجيب الاكس بلس 1، هي عباره عن الاكس اللي هو 1 بلس راديكال 5 اوفر 2، بدي اجمعه مع ال 1، حط على 1 ال 1، طبعا رح اجمعهم بدي سيم دينوميتر هون 2، معناته بدي اضرب ب 2 ب 2، بيطلع عندي على 2 1 بلس راديكال 5 بلس 2 which is equal 3 بلس راديكال 5 اوفر 2. هلا بس طلع قارنوا حتفكروا منهم ايكوال، بس هيدا هو مالتيبل اوف 2، يعني انا اذا ضربت هون باثنين بصيروا ايكوال، او اذا بدي بقسم الاكس سكوير، فهاخد الاكس سكوير اللي هو عبارة عن 6 بلس 2 راديكال 5 اوفر 4 ونقسمه على 2 فوق وتحت، بيطلع 3 بلس راديكال 5 وتحت على 2 بيطلع 2، يعني then we can say that x plus 1 is equal x square. In the last question, this question 4، شو عم بقول لي؟ عندي تريانجل ABC، touch that this triangle ABC عنده ال first side CB its length is 6 minus 3 radical C و AC و AB. عم بقول لي show that this triangle is right. طبعا مثل ما بنعرف to prove a triangle right we have 9 methods. طبعا واحدة منهم describe the angle face diameter, tangent, perpendicular to radius. طبعا ما عندي كل هالشغلات لأنه مؤسسها ما عندي circle. في عندي الاكسيمتري. في عندي converse of Pythagoras. converse of median to hypotenuse equal half of it. طبعا واضح من هون انه انا مثال مع 3 sides. تعاون المثلث معناته we can prove it by converse of Pythagoras. طبعا كيف بدي اشتغل على converse of Pythagoras؟ لازم اختار من هالثلاث اضلاع مين الاكبر. طبعا كريتيكال صعب تعرفوا مين الاكبر، لو كانوا ارقام مثلا 5 و4 و3 بقول ال5 الاكبر بين 4 و3، بس هون بالراديكال انا لا اقدر احدد فيني باي كالكوليتر. طبعا هيدي بتاخدوها لالكو بس، يعني بتحطوها على خرطوش بس تحددوا مين الاكبر. هيدا طبعا بيطلع عبارة عن 13.39 وهيدا بيطلع 13.41. طبعا واضح انه الاي بي هو largest side، معناته هيدا هو الهايبوتينس، معناته انا بدي بلش بالاكبر. is it equal cb square plus ac square، انا you have to prove. طبعا هدول مثل ما اتفقنا هدول بس لتحددوا مين الاكبر، بس نحنا مش هنستخدمهم، اكيد هنستخدم الراديكال. الاي بي هو 6 راديكال 5 سكوير. Is it equal CB هو 6 minus 3 radical 3 square plus AC هو 3 plus 6 radical 3 square. طبعا مثال قال لي show that يعني it must be، او بمعنى تاني left side left hand side لازم تساوي it will be equal لل right hand side، والا في بيكون شيء عندي غلط. طبعا power بتتوزع بصير 36 وع radical بطير. طبعا هون power ما بتتوزع، هيدي عبارة عن A minus B square بتعطي A square minus 2 ب a ب b plus b square. نفس الشيء كمان باور هم بتوزع هي a plus b square كمان بتعطي 3 term a square plus 2 ب a ب b plus b square. طبعا this is 186 square هو عبارة عن 36، هون عندي 6 times 3 18 ب 2 بيطلع 36 راديكال 3
بلس 3 سكوير هي 9 تايمز 3 اللي هي 27 بلس 3 سكوير 9 بلس 6 تايمز 6 36 راديكال 3 بلس 6 سكوير 36 تايمز 3 طبعا هدول بروحوا مع بعض لازم يكون يطلع هون نفس الشيء بتجمعوا 36 بلس 27 بلس 9 بلس 100 إذا جمعتوه هون لازم يطلع 180 معناته ترو so then triangle ABC is right في كتير منكم وقف هون بدي يحدد على أي نقطة لأعرف أي نقطة هي الكومون بوينت اللي هي at C وبدي يقول لي reason by converse of Pythagoras rule. تعال هون خلصنا إن شاء الله تكون وصلت الفكرة. يعطيكم العافية.